أغرب الأيام والاحتفالات العالمية. هناك العديد من الأيام الغريبة التي يتم الاحتفال بها، فلكل بلد احتفال بمناسبة معينة، ولكنها ليست مقتصرة عليها، بل يمكن لأي شخص حول العالم الاحتفال بها والاستمتاع. ونجد الرزنامة السنوية للكثير من الدول حول العالم مليئة بالاحتفالات التي تبدو غريبة بالنسبة لنا، وهذه المناسبات تابعة لشعوب مختلفة، وبعضها الآخر تابع لبعض المنظمات العالمية، ولقد تم اعتمادها كعطلات رسمية. يوم النوم العالمي. يقام هذا المهرجان يوم 3 يناير، وفي هذا اليوم يستطيع الشخص النوم وكل ما هو مطلوب منه ارتداء ملابس النوم والذهاب إلى السرير، ولا يستيقظ الشخص إلا إذا أحب ذلك. وهذا اليوم مناسب جداً لكل شخص لم يستطع الحصول على وقت كاف للنوم، وهو دعوة للنوم كما يريد الشخص في هذا اليوم. يوم الإفطار بالآيس كريم هو نوع من أنواع التغيير للشخص تحتفل به بعض الشعوب، ويكون أول سبت من شهر فبراير، ولقد اعتاد الناس على تناول إفطار معين كل يوم، ولكن في هذا اليوم يتم تناول الآيس كريم كوجبة إفطار. اليوم الوطني لعلامات الترقيم. يتم الاحتفال بأن يقوم الشخص بكتابة رسالة أو خطاب إلى أي صديق يختاره، وفي ذلك يتم مراعاة علامات الترقيم. ومن أكثر الدول احتفالاً بهذا اليوم أمريكا، ويتم الاحتفال به في يوم 24 سبتمبر، ويمارس الكثير منهم الطقوس للاحتفال به. يوم برمودا. يتم الاحتفال به في جزر برمودا، ويعتبر هذا اليوم أنسب الأيام ليقوم السكان بارتداء شورت برمودا كزي رسمي لليوم، ويتم إنزال القوارب في مياه المحيط، ويتم الاحتفال به في يوم 24 مايو. يوم البطيخ. تعتبر تركمانستان موطناً لأفضل أنواع البطيخ في العالم، وفي يوم 12 أغسطس تقام الاحتفالات في تركمانستان بالبطيخ والشمام، ويعتبر هذا اليوم عيداً وطنياً لهم، ويقوم رئيس الدولة بتوضيح أهمية هذا اليوم بالنسبة لهم، ويحتفل بذلك الشعب التركمانستاني. يوم المطر المبارك. يحتفل شعب بوتان في هذا اليوم باعتباره يوماً مباركاً، وانتهاء موسم الرياح، حيث يقومون بأخذ حمام في الهواء الطلق أثناء سقوط المطر المبارك.